السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناه كوابالاتي شهيوات. اليوم غادي نقدم لكم تحليه جد سهله ولذيذه ورائعه بالعجين المورق، كيسميوها هنا ميل او خاص. صراحه كتجي لذيذه ورائعه كيف كتلاحظوا، نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. ندوزوا المقادير. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا العجين المورق طري كما سبق ووريت لكم اللي خدمت به معكم، كرواسان ديال كونسوم، يمكن لكم تستعملوا الكونجلي لا مشكله، قليل من اللوز افيلي للتزيين، يمكن لكم تستغناو عليه، صفار بيضه واحده مع ملعقه صغيره من الحليب للدهن، قليل من الماء، والقشطه الطريه كيف كتلاحظوا باش غادي نزينوا ميل او خاص ديالنا. هذا واحد ديسير سهل ماهل، والسكر باش غادي نطلعوا القشده الطريه ديالنا. ندوزوا لطريقه التحضير سهله ماهله. بسم الله على بركه الله. كتلاحظوا معايا بعد ما سرحت العجينه ديالي غادي ندهنها بالقليل من الماء كامله، صغير داير غادي ندور عليها كامله بهذا الشكل هذا. ودابا بعد ما دهنتها بالماء غادي نحاول انني نهزها بالورق ديالها، وغادي نحطها يعني النصف فوق النصف الاخر بهذا الشكل هذا كتلاحظوا. نحاولوا اننا نجيبوها يعني القاده، هي هذيك هكذا، ودابا غادي نحاول انني غادي نقطعها كتلاحظوا معايا هكذا على نصفين، من بعد غادي نحاول انني نقطعها متساويه بهذا الشكل هذا. نحاولوا اننا ما نجرهوش الموز ديالنا. غادي نحصلوا هكذا على مثلثات. كيف كتلاحظوا هنايا جبت صني وضعت فيه فقط هذاك الورق، غادي نستغلو بحال هكا، وغادي نحاول انني نحيدهم وغادي نستفهم بعدهم على بعضياتهم باش هكدا ما يديروش ما يلصقوش باش يتنفخو بهذا الشكل هذا. ودابا بعد ما ضربت هذيك الصفار ديال البيضه غادي ندهن هاد الورق هكذا من الفوق، عفوا هاد المثلثات ندهنهم هكا من الفوق، وغادي نرش عليهم قليل من اللوز افيلي. ممكن لكم تخليوهم يعني هكاك بلا ما ترشوا عليهم اللوز، حيت هو كيعطي واحد المنظر زوين. وغادي نستمر بحال هكذا حتى نسالي. بعد ما ساليت البنات غادي دابا ندخلهم الفران مسخن من قبل على درجة الحرارة 180 درجة حتى يتنفخوا ويتحمروا، عاد غادي نخرجهم بعد نخليهم يبردوا عاد نزينوهم ان شاء الله. ها هما البنات بعد ما خرجتهم من الفران كيف كتلاحظوا كيجيو بهذا الشكل هذا، غادي نخليهم حتى يبردوا مزيان عاد غادي نحلهم وغادي نزينهم بكريم شونتيني او القشطه الطريه. من بعد غادي نرجع معكم ان شاء الله.
كيف كتلاحظوا البنات، غادي نجيب هذا السكين هذا اللي عنده سنان وغادي نفتحهم. هذا الشكل هذا غير بشويه باش ما يتهرسوش. بهذا الشكل هذا تنسالي وغادي نرجع معكم. كيف كتلاحظوا البنات، بعد ما فتحتهم غادي نحاول انني نزين هادو اللي مزوقين او مزينين باللوز بالسكر الثقيل بهذا الشكل هذا رشة خفيفة ومن بعد غادي نزينوهم بالقشطة الطرية. ودابا كيف كتلاحظوا البنات، بعد ما بردت غادي نزينها بالقشطة الطرية اللي انا سبق لي طلعتها بهذا الشكل هذا. كليكم ديروا الشكل اللي بغيتو، انا غير بغيت نعطيكم الفكرة وصافي. هكذا حتى نسالي. هذا هو الشكل النهائي ديالها البنات. من بعد ما وضعت القشدة الطرية فقط غطيت بالنصف الآخر اللي كنت قطعته وغبرته بالسكر الثقيل. ما صورت هاد الشي حيت ماشي شي حاجة كبيرة، نظن كل شي كتعرفوا ديروها. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم وأن تجربوها. لا تنسوا تتبع القناة والاشتراك بتفعيل الجرس. أنا أنتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.